للحرب وجوه مأساوية، إحداها هؤلاء النساء الحلقة الأضعف في سلسلة العنف المتولدة عن الحرب المستعرة في البلاد منذ أكثر من عامين. ما أن يغادر الرجال بيوتهم إلى الجبهة أو إلى العمل ثم لا يعودون حتى تلقي الدنيا بحملها الثقيل على المرأة، وكأن عبء الفاجعة لا يكفي ليضاف إليه عبء التحول في الدور والمسؤولية. لا تقتصر معاناة المرأة اليمنية على الآثار غير المباشرة للحرب التي يقوم بها هؤلاء، والتي تتجلى في فقد الأزواج والأبناء بالموت أو بالتغييب القسري، ولكنها أيضا تتحول في بعض جولات العنف إلى ضحايا مباشرة لهذه الحرب، إما بالقصف أو الهلع المؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. ابني بيتعذب في الحرب. قد يبدو الموت أهون أنواع الفقد، ذلك أن عبئها ثقيل بالنسبة لهؤلاء النساء اللائي يناوبن في وقفات أسبوعية بحثا عن إجابات ملحة بشأن مصير الأبناء والأزواج في معتقلات الميليشيا وعن الظروف السيئة التي يحتجزون فيها، فيعيشن مع كل ذلك عذابات يومية، خصوصا عندما تتوارد الأنباء عن الأوضاع المأساوية لذويهن وأعمال التعذيب التي لا تتوقف بحقهم من قبل الميليشيا المنفلتة من عقال القانون والضمير والأخلاق. يكابد معظم النساء اللائي فقدن عائلهن من أجل تلبية احتياجات العائلة المكلومة بالفقد، ولكنها ليست مهمة سهلة بالتأكيد، فالوضع المأساوي للمرأة في المجتمعات الأكثر عرضة للحرب لا يتعلق بالحرب ذاتها فقط، بل بمظاهر الحرمان الناجمة عن الحصار الممنهج وعن الصعوبات الهائلة التي تقف أمام مهمة البحث عن القوت اللازم للحياة في هذه الأكوام الهائلة من المآسي المادية والمعنوية.